نعى الإعلامي والدكتور عمرو الليثي اليوم عبر صفحته على الفيسبوك والدة زوجته السيدة مرفت عبد الوهاب زوجة الإعلامي سمير التوني رئيس قطاع الأخبار الأسبق، وهي حمات عمرو الليثي ووالدة المخرج والفنان معتز التوني، وذلك على أن تقام الجنازة غدا في مقابر الفيوم في تمام الساعة 12 ظهرا. ونشر الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه على الفيسبوك وقال: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجتي الشريفة مرفت عبد الوهاب حرم المرحوم سمير التوني، والعزاء غدا عند تشييع الجنازة الساعة 12 ظهرا في مقابر طريق الفيوم. وتقدم بعض النجوم ورؤساء تحرير بعض المواقع بأعمق التعازي للصديق عمرو الليثي وللفنان معتز التوني وللعائلة الكريمة. وللذكر فإن المخرج معتز التوني يتولى هذه الفترة إخراج مسلسل بعنوان عمرو دياب، وهو من بطولة مصطفى خاطر وعلي ربيع، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. تغمد الله الفقيد برحمته وأسكنها فسيح جناته، وللعائلة الصبر والسلوان.